السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بيكم، معاكم كينج شيف. النهاردة احنا هنحضر معاكم آيس الكيوي، طبعا آيس مشروب الكيوي، آيس جميل جدا ولذيذ. احنا معانا هنا يا جماعة كوباية كريمة لباني مخفوقة وطبعا جاهزة، ومعانا الكورنيت أو القمع اللي هو بتاع بلح الشام هنجهزه، معانا كاسين، معانا نص كاس مية، معانا 3 حبايات كيوي وحباية للتزيين. هننزل الأول بالمية بتاعتنا، معانا عسل النحل، هنضيف عسل النحل على الميه على طول، معلقتين عسل. لو انتوا يا جماعه عايزين تضيفوا طبعا السكر ممكن تضيفوا معلقتين سكر عادي خالص، كل واحد وحسب ما يحب. هنضيف طبعا مكعبات تلج، 4 مكعبات تلج، وهنضيف في كل كاس مكعبين تلج. هننزل بالكيوي اللي احنا مجهزينه، وهنبدأ نخفقه كله مع بعضه. وده كده يا جماعه شكل المشروب بتاعنا بعد ما احنا خفقناه كويس قوي طبعا بالميكسر بتاعنا، بالهاند بلندر بتاعنا. هنبدأ ننزل بقى على مكعبات التلج، وهننزل بالكريمه بتاعتنا دلوقتي في قلب طبعا كيس الحلويات بتاعنا. الكريمه يا جماعه لو بتبقى سايبه معانا قوي بنحطها يا دوبك نص ساعه بس في التلاجة تمسك معانا وتبقى متماسكه عشان نقدر ان احنا نزين بيها. هو كده يا حبايبي زي ما انتوا تابعتونا كده احنا كده جهزنا طبعا ايس الكيوي طبعا بطريقه جميله جدا ولذيذ جدا ومغذي. اتمنى دايما تتابعونا وانتظروا كل جديد على قناه كينج شيف. واذا ما تابعتونا كده يا حبايبي احنا كده طبعا عملنا الايس كيوي، طبعا هنزينه بشرايح الكيوي لو احنا عاوزين، وطبعا بنعمل تزيين بسيط كده بحبايه كيوي لو احنا هنقدم على الترابيزه اللي احنا مثلا هنقدم عليها الكيوي او الصينيه اللي احنا هنقدم بها كاسات الكيوي. اتمنى الطريقه تعجبكم، الفيديوهات اللي احنا كنا بنقدمها وكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تعجبكم. اتمنى دايما تتابعونا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا منها كل جديد. كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.